عند زيارة القبر كيفية الدعاء هناك؟ أبد عند زيارة القبر أول شيء الإنسان في دخول المقبرة يقول الدعاء العام لأصحاب القبور: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين المؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم يذهب إلى القبر الذي قصده خصه، فيذهب إلى قبر أبيه أو أمه أو صديقه أو خاله أو عمه اللي يكون، فيذهب إلى القبر ويقف عند رأسه إن كان رجلا، أو المهم يقف عند الرأس إن كان رجلا أو في الوسط إن كانت امرأة، ويستقبل القبلة ويدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم نور قبره، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، اللهم جازي بالحسنات إحسان سيئات عفوا وغفران. الدعاء يدعو لهذا الميت. أي نعم.